تحقيق العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات العسكرية الإسرائيلية، وإن كانت قد طالت البنى التحتية والبنى العامة، البناء والشجر والإنسان، ولكن مصيرها الفشل، لأنها لا يمكن أن تحقق أهدافها المعلنة التي تقول أنها تستهدف المقاتلين فقط. ترجع علينا مجلس الأمن بقرار باهت ضعيف جدا، وإن تقدمت به مالطا. هذا القرار تحدث عن هدن إنسانية، وأرادت روسيا أن تضيف إليه فقرة شفهية بأن هذه الهدن تتحول إلى إيقاف العمليات العدائية، ولكن رفض. الحقيقة الموقف الأمريكي ساند لهذه العملية، ساند لهذا المشروع الصهيوني بعدم إيقاف القتال، والقرار مجلس الأمن وهو صلاحياته أن يوقف القتال، ولكنه لم يشر إلى إيقاف القتال، وإنما هدن إنسانية مختلفة، أي ساعات أو أيام. الآن يتحدث عن غزة، مقاتلي غزة يتحدثون عن 5 أيام، إسرائيل لا تسمح بأكثر من 3 أيام وتستمر فيه. هذا في الحقيقة خلاف الأحكام، يفترض أنه مجلس الأمن له صلاحية بإيقاف القتال، إضافة إلى أنه أشار إلى الرهائن. دكتور، منظمة الأغذية العالمية أعلنت أنه هناك مجاعة في أصابت سكان غزة، ويمنع دخول أي مساعدات لأهالي غزة عبر معبر رفح. كيف سيتصرف العالم أمام هذه المجاعة؟ لو رجعنا إلى القانون الدولي العام، القانون الدولي الملزم أنه الحياة، الحق في الحياة، وقطع الغذاء وقطع الماء وقطع المساعدات الطبية تدخل تحت طائلة العقاب، لأنها تمثل الإبادة الجماعية، وجرائم حرب في أثناء الحرب يجب أن تكون محمية. وهذه الجرائم التي تقوم بها إسرائيل بقصف حتى المساعدات المقدمة، مع أنه بروتوكولات التابعة للملحقة باتفاقية جنيف 1947، بأن القوافل المحمية بالبروتوكولات الخاصة، وهي الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ثم هناك شارة أخرى هي شارة الجوهرة أو الكريستال أو الجوهرة الحمراء، هذه الدول الأخرى عام 2005 أيضا وقفت، هذه يجب أن تكون محمية وتقدم خدماتها بدون أي إكراه، بدون أي ضغط وبدون أي مضايقة، ولكن إسرائيل ضربت هذا كله عرض الحائط، وبدأت تضيق الخناق، بل تقضي على الحياة في فلسطين خلافاً لقواعد العالم.